نحن اللي كسرنا بحارة الضبع، الرجال اللي خاننا. شو ناوي تساوي عقيل؟ عم حضر رجال ينزلن هن وزعيم. وإمتى ناويينن عليها؟ شغلة يومين ثلاثة بالكتير. بس إياك عارف أبو غالب القصة. ليه سيدي؟ بدي خليلن إياها مثل موت الفجي. يا عين عليك يا عين عليك يا كبير. إن شاء الله نفكر أول نهار ساكتلو. ما فشروا نسكتلو. والله لخلي ليل ونهار ونهار وليل والله لحتى يعرفوا مين أبو النار ورجاله. بليل أبا الملوكي بالليل سلامه. إيش أبو غالي؟ أصحك تحكي قدامه أي حرفة. ولا يهمك عقيد، ما راح يعرف شيء. ساوي شاي على السريع. أوه على عيني. يا عقيد. أهليب أبو غالي. أكيد أبو الحكم رايح يساوي شاي. إيه عود شاي شاي عود. لك على راسي كل القبضايات العجلة عقيد. انت منين بتجيب هالقبضايه هي؟ شو شايفك متعوق بالشغل اليوم؟ ما عندي كتير رزق، شويه حمصان سلقتهم ورايح السبب فيه. الحمد لله. اللي شو في عندك اخبار؟ الزعيم رح يطق حجر راسه على ما يعرف مين قتل ابو سمير الحمصاني وعلم على حالته. شو بدنا نعمل له؟ ان شاء الله بتطق مرارته، شي ما بيخصنا. غيره شو في عندك؟ أبو شهاب لسه ما رجع على الحارة. شو بدنا فيه رتاني؟ عزيني بقامته، إن شاء الله ما بيرجع. الله يلحقه بالإيد عشري. شلون الله يلحقه بالإيد عشري؟ هذا سيدي بيهمنا بيهمنا. لا ما بيهمنا. يا سيدي روحته ورجعته بتهمنا. شلون يعني؟ مثل ما بتعرف جامع الحارة له أرض موقوفة مشانه، وكل سنة بيزرعوها قمح، ومحصول هالأرض نصه بيروح للجامع ونصه بيوزعوه على أهل الحارة. هلا شو بدي بالحكي هذا انا؟ هات من الاخر. طول بالك علي شوي سيدي. كمل. ومثل ما بتعرفوا عمتك الله يرحمها امين كانوا يعطوها حصتها من ارض الوقف اللي ورثته عن جوزها الابعيبي. ايه وانت ورثت عمتك سيدي. شلون يعني ابو غالي فهمني؟ يعني حصه عمتك من ارض الوقف لك. والله مزبوط. شلون راحت عمباري هي؟ لكان لازم نطالبهم فيها وبالقوة كمان. غصب عنهم بدي أخده. حقي هاد لخشو صار بالشاينة قبل حكام. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو؟ ايه مثل ما عم بقلك حكي. دعمه روح تتوكل على الله. روح ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. شو بيصاري؟ أبو النار وجماعته أخي ناويين يهجموا على الحارة. شغلة أبو النار صغيرة، لعبوا ولاد صغار. بس مو لازم ناخد احتياطنا زعيم. قاسم قلت لك لعبوا ولاد صغار. ايه امرك زعيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هلا لازم نفوت عليهم فوتي نكسر الراس الكبير تبعهم. بس ابو شهاب ماله هون. انا قصدي غيره سيدي. ابو عصام. ليش مين في غيره اللي خلاك تنحرم فوتت بيت عمتك الله يرحمها؟ الحاره كلها لربيها. الله يرحمها عمتك. قديش كانت تسال عليك قبل ما تموت. لا ماتت وما شافتك. انت لازم تكون كبير الحارات كلها غصب عنهم كلياتهم. ولازم تفوت على بيتك يلي محروم من القعده فيه. بدي فوت على الحارة غصبا عن الكبير والصغير. نحن جاهزين عقيد. لميت لك كل رجال الحارة وعم يستني منك إشارة. مو هلأ. إمتى سيدي؟ من بعد ثلاثة أيام. بدي فوت عليهم فوت يحط روسهم كلها يا تتعت إجري هاي. خلينا نفوت عليهم هلأ سيدي. مو هلأ أبو غريب. مين حلو قدام الحارات؟ هلأ حزنه سخن، خليه يبرد شوي. لا أرجع سخن لهم يا مرة تاني.
مثل ما بتعرف حقي ابو شهاب رجع او جايب معه محصول وقف تبع الحاره والجامعه ولازم تاخذ حقك قبل ما يوزعوه. حقي ما رح يروح منه شيء. بس يمكن ما يعطوك شيء منه عقلي. والله والله اذا ما باخذ حقي لا احرق الحاره عن بكره تبيها. قوم حكي قوم هلا اخده قوم. قلت لك مو هلا. امرك عقيد امرك. هات له شاي لحضره العريف كوري. امرك عقيد. نحن بدنا نعرف وين كنت مبارح الصبح ومين كان معك وين رحتوا وايمتى رجعتوا على الحاره. ايه وبعدي بدي اسمع الجواب منك يا ابو النار. يعني ما لقيتوا غيري تسالوه؟ انا شو دخلني بكل القصه؟ لانك انت اكثر واحد مشتبه فيه بقتل الزعيم. لا وليش بقى؟ شو مالو غيري اعداء؟ صاي اخر خناقه كانت طاحنه بيني وبين اهل حارته بس ما وصلت معي لأقدر فيه. انا اذا بدي خاني حدا بروح لعنده لوسط حارته وبعمل له اياها قدام الكل. ايه بس انت هددت الزعيم بقتله. ومين قال الحكي نوري؟ مين؟ ها؟ الواحد على طلوع خلقه بيحكي اشكال والوان. مو معناته انا اللي قتلته يا حضره العريف نوري. يعني انت ما بتعرف شيء؟ لا ما بعرف. روحوا شوفوا مين اللي قتله. ماشي. نحن رح نبقى ورا القاتل لحتى نعرفه. وساعتها حبل المشنقة عم يستناه يا ابو النار. ايه؟ إذا لقيتوه لا تقصروا فيه يا أخي، لا تقصروا فيه. ماشي. الشاي جاهز سيدي. شايكم مشروب. هاني أنت وياه. شو بو سيدي؟ علقك ومنفوخ على الفاضي. هاي مرق مدة منيحة وأنت عملت بي أصلك وتكرمت عليهم وزيادة مع إنه ما بيستاهلوا. لو عندهم أصل لبعتوا لك وجاهة من عندهم مشان يلضوك ويعطوك حقها. بس هيك جماعة ما بيجوا غير من فوق وانت إلك حق عندهم لازم تاخدوا غصب عنه. دن يأكلوا حقك سيدي. هاي إذا ما أكلوه خلصوا. أنا ماني ساكت عن حقي بضمنا لهم. يا أبو شهاب ما رح يعطيك شيء إلا إذا ورجيته العين الحمراء. حقه بده يوصلوا غصب عنهم واحد واحد. أكيد رح يوصلوا حقه. بس هي إنه يشتروا منك بيت عمتك ويمنعوك تفوت على الحارة هي شغلة كبيرة كتير بحقك عقيد كتير. أشو الشغلة على كيفون؟ بيت عمتك هاد حر أنت فيه إمتى ما بدك تفوت وبتطلع. الشغلة مو على كيفون. أنا ما حدا بيجبرني على شيء. ما حدا بيجبرني على شيء. إيه بس أبو شهاب ما عاد يخليك تفوت على حالته بنوك. لا صار بدهن تأديب حتى مع العقيد تبعه. أبو النار مو شايف حدا قدامه وأبو شهاب كله على بعضه ما بيتلقط قدامه. بس سكوت مع هيك جماعة ما بينفع. لك كل الحارات عم تلبت وتعجن وتقول انه ليش ابو النار لهلا ما اخذ بيتاره من رجال حارة الضبع. والله لك السلو الراس الواحد واحد اول ولا مش هاب. قدو قدود عقيد قدو قدود. ابو الحكم مور عقيد. بكره بكير بدي كل الرجال هون. امرك عقيد. هيك لك هاي. ما بدي ولا شب بكره يطلع من الحاره. ابو النار ورجاله فاتوا على حارتنا يا عقيد. لك بدهم يقاتلونا. ابشر عبدو لعيونك ونحن عم نستناه. يا ابو عصام ابو النار ورجاله من الحاره. لوك 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 جاهزين يا وعي صعار اوعي اوعي يا بيبي معتز انتك بقى وعي صعار ايه بيشيتا بيشيتا عصام اخيكم بيب لا تعمل فتنة يا ابو النار عمل حالك ورجع على حارتك بخير وسلامة بدي الكبير تبعكم. ابو النار رز الشيطان وتيسر عسلك انت مالك عندنا. انا مالي حكي معكم. قلت لك بدي الكبير تبعكم يواجهني. عم نقول لك اصير الشر وخذ جماعتك ورحال عسلك. الي والله اسرته
شو راح يطلع منكم؟ نكسر ايدك ورجلك انت وياه وياه. احسن لك اطلع من الحاره ونفوت بريشك انت واللي معك. لك اعلى ما بخيلك اركبوا، وانا ماني طالع من هون. قولي حق عنكم بدي اخذهم، قلتوا ايه ولا قلتوا لا؟ اه ومين اللي اكل لك حقك يا ابو النار؟ عديكم بدي اكل حقي بس فشار ياكلوا. مين هيلك ابو النار؟ على النبي عقيد، بعد اذنك عقيد بدي احكي مع ابو النار كلمتين. واللي بتامره بيصير، كلها تبع الحاره طول عمرك. احكي ابو عصام احكي. تفضلت عقيد. شوف ابو النار، انت رجال زقرت ومعدل وما حدا بيقول غير الحكي، بس فوتك على حارتنا على الشكل هي معناتها انت جاي ناوي على الغلط، وهي شغله كبيره وما حدا بيقبلها. عمي انت بتعرف انه في لي حق عنكم هون بالحاره، بيت عمتي. ما قلنا لا، والحكي لسه ما خلاص، والحكي اللي بدي اقوله هلا بعد اذن عقيد حارتنا في وعد علينا. شو قلت عقيد؟ كلامك طابو. شوف ابو النار، انا راح اعطيك هلا وعد قدام العقيد ابو شهاب وقدام اهل الحاره كلهم، اذا لك حقلك عمي بتاخده من عيني هيا بالهي ومن هالشوارف، وانا بامر العقيد والعقيد تحت امرك ابو عصام. شو قلت ابو النار؟ شو المطلوب مني؟ بتضب سلاحك عمي مع رجالك وبنرجع احباب وصحاب مثل ما كنا اول واحسن كمان. خلي قلوبنا تتصافى. وها هاي ايدي يا ابو النار، اول ايد ممدوده الك ولرجالك بعد اذن العقيد. ايدك محميه وللخير مرميه يا ابو عصام. مدين ايدينا لرجالنا احنا يا ابو النار. وهي ايدي ممدودة إلى أحلى من نار عمي، وإيدي ممدودة لأحلى عقيدة أبو شهاب. بعد إذن العقيد أبو شهاب، الصلحة عندي بالبيت عمي. شرفوا شباب، شرفوا شرفوا لبيت صهري أبو عصام كبير الحارة. وانتوا يا رجال تفضلوا لعندي على قهوة بدي أفتي. الله حييكم، تفضلوا.